فطبعا اذا كانت ما هي ما بتبالغش في الاعراض فهي غالبا والله اعلم طبعا ما شفتكيش التهاب بنكرياس. طب ايه المشكله؟ ايه مشكله التهاب بنكرياس؟ عندنا التهاب بنكرياس بيحصل في اتنين كبار قوي، اتنين كبار جدا جدا، اما واحد عنده حصى في المراره واتحرك، حصى في المراره واتحرك، يا اما واحد بياخد خمور كحولات. طبعا مياده ما بتاخدش كحولات، وفي نوع من انواع التهاب البنكرياس لوحده كده ملوش سبب اللي احنا نسميه اولي. طب الحصى بتاع المراره ليه يعمل التهاب بنكرياس؟ قناه المراره اللي نازله على الامعاء اهي، وقناه البنكرياس اللي نازله على الامعاء اهي، الاثنين بيتحدوا ويبقوا قناه واحده. فلو حصوه عدت قفلت القناه المشتركه اللي هي واحده، هيرد الصفره على البنكرياس، وعصاره البنكرياس ما هي مقفول لها سك، هترد على البنكرياس وتعمل التهاب بنكرياس. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ هو البنكرياس وظيفته ايه؟ بيطلع مادتين لهضم الدهون واللحوم. بيطلع مادتين لهضم اللحوم والدهون الاثنين. السكه سالكه ماشيه، بينزل على الامعاء، الامعاء لقى دهن يهضم، لقى لحمه يهضم، يهضم يعني يكسرها عشان اقدر استفيد منها، يعني ده الهضم. عشان يحصل امتصاص لازم الهضم الاول. طب انا قفلت السكه، فالمادتين دول نزلوا رجعوا تاني على البنكرياس. طب ما البنكرياس لحمه تتهضم، هو ده التهاب البنكرياس، هو ده اتهضم الماده اللي بينزلها تهضم اللحمه رجعت له تاني. هنا حته بقى اللي ما يقولش سبحان الله، والله العظيم سبحان الله سبحان الله. تقول لي طب ما الماده جوه خلايا البنكرياس ما بتهضموش ليه؟ ما بتشتغلش، تشتغل لما تطلع بره بس. سبحان الله المادتين اللي بيهضموا اللحم طول ما هو جوه الخليه ما بيشتغلوش، زي ما بنقول لطلبه نوت اكتف، مش نشط. اول ما يطلع بره الخليه يبقى نشط. طب نشط لقى السكه مسدوده رجع نشط يهضم، ده التهاب البنكرياس. اللي جاي منين؟ من مرارة. طب الكحولات؟ الكحولات بتشغل الكالسيوم، والكالسيوم يخلي الانزيمات اللي قلت لكم على دي تبتدي تبقى نشطه وهي جوه الخليه. بس سبحان الله ربنا ما حرمش حاجه الا لهدف. الكحولات بتشغل كالسيوم، الكالسيوم يخش جوه الخليه يشغل انزيمات اللي هي مش مفروض تشتغل، فبقت اكتف وبقت نشطه وهي جوه الخليه تهضمها. هذا هو التهاب البنكرياس. طبعا هو مرض سخيف وخطير ومنسي. منسي، تقول لي ما انا عملت موجات صوتيه وطلع البنكرياس زي الفل. اللي يقول لك انه شاف الموجات الصوتيه بالبنكرياس بالموجات الصوتيه خصمه. القولون قدام البنكرياس، والقولون فيه غازات، والغاز يمنع الموجات الصوتيه انها تشوف اي حاجه. الغازات تمنع الموجات الصوتية، فالبنكرياس مش العضو اللي يتشاب بالموجات الصوتية، مش ده. أمال نعمل له إيه؟ حاجة من اتنين، يا موجات صوتية بالمنظار، يعني أخش بالمنظار خلاص أنا في المعدة بقيت بيني وبالبنكرياس سنتي أصوره، وإما بالأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي. يبقى يا إما هبعته قسم أشعة، يا إما هبعته قسم المناظير. قسم المناظير هيعمل منظار ويرسم لي البنكرياس، بيطلع رائع رائع، تشخيص رائع. نعمل له ايه؟ في بعض الحالات نادره جدا 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 تحتاج جراحه، اللي هي ننظف البنكرياس، لكن احنا بنسكت على البنكرياس لانه بيصلح لوحده، هو بيخف لوحده. بس نقول له لو سمحت السبب اللي خلاك يجي لك التهاب بنكرياس امنعه، مثل نشاط الغدة الجردرقية أو الكحولات. ده صلحه، نلتقي باكر إن شاء الله.